على هذه الإجابة الصريحة، ويعني أنا شخصيا مبسوط بالإجابة دي، وأعتقد إن في ناس كتيرة هتكون مبسوطة بيها. طب يا تسابونا، إحنا عايزين يعني نطلع شوية من الصورة القاتمة اللي إحنا عايشين فيها كده، ونتكلم عن صناعة السلام. هل الناس اللي بتفكر بصنع السلام في مصر من وجهة نظري، لأن أنا صنع السلام ده عبارة إن أنا بنطق بالحق، أنا بقول الحق، مين ظالم ومين مظلوم. فإحنا عندنا بعض الشخصيات المصرية اللي هي بتتكلم في الموضوع ده، زي الأستاذ عبد الرحيم علي لما بيتكلم كتير جدا يقول لهم أنتم ظالمين الأقباط، والتيار الإسلامي هو السبب في ظلم الأقباط، وانتم بتساعدوا على ظلم الأقباط بانكم بتحققوا للتيار الاسلامي اكتر ما بتحقق، او ما بتحققوش حاجه خالص للأقباط. وانا فاكر ان هو في مره لما بيتكلم عن حقوق الأقباط المهضومه يقول له اصلهم خدوا حقهم في يوم قبل الثوره، كفايه عليهم كده. هل الناس اللي هي زي الاستاذ عبد الرحيم علي والاستاذ صلاح منتصر والاستاذ العظيم اسامه انور عكاشه والفنان محمد نوح اللي عمال صوتهم ضاع واختفوا من الساحه لانهم كلموا كتير عن حقوق الاقباط ومحدش سمع، هل ممكن صناعه السلام دي او الناس دي تلاقي طاقه نور توصل بيها للي هي عايزاه؟ كتير واضطهدنا كتير وقال الأمان
أخوات سابونا، إحنا عندنا آخر سؤال في اللقاء بتاعنا النهاردة في همومنا القبطية، وهو سؤال يعني صعب، مش صعب شوية، من يعني ممكن قدسك تجاوب عليه وممكن قدسك ما تجاوبش عليه. ونفس السؤال هسأله الدكتور منير: هل هناك سلام لغير المسلم في ديار الإسلام؟ إذا أصبحت البلد بلد إسلامية يبقى لا سلام لغير المسلم. إذا عادت مصر دولة مدنية يكون في سلام للكل، المسيحي والمسلم وأي ديانات أخرى، لكن في ظل الشريعة الإسلامية لا سلام. دكتور منير داود، بنوجه لك نفس السؤال: هل يوجد سلام لغير المسلم في الدول الإسلامية؟ كما قلت سابقا أن ليس هناك غير دولتين، إما دولة بلاد حرب أو بلاد سلم. البلاد التي تعتبر بلاد سلم يسكنها المسلمون ومن اتبع الله ورسوله، وأما البلاد التي بها غير المسلمين فتعتبر بلاد حرب فلا سلم فيها. والكتاب المقدس من زمان بيقول لنا لا سلام قال ربي للأشرار. إذا كنا إحنا بنفكر بس في القتل والقتال وبنقول أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، وبنقول قاتلوهم يقتلهم الله وأيديكم، وبندور على كل الحاجات الفتاكة وبنترك كلمة السلام وحتى كلمة إن جنحوا للسلم فاجنح لها بيلغوها، طب هيجي سلام منين؟ أنا أعتقد زي ما قال أبونا أنه لا يمكن أن يقام سلام ولا يمكن أن يكون هناك سلام طالما فيه نية شريعة وطالما فيه مادة تانية من الدستور ما زالت كسيف مسلط على رقابنا، ولا سلام إلا لمن يطلبون السلام. أعزائي مشاهدينا الأقباط في كل أنحاء العالم، عرضنا لكم اليوم حلقة جديدة من برنامج همومنا القبطية، وكان معنا في هذا البرنامج قدس أبونا مرقص عزيز كاهن الكنيسة المعلقة بمصر القديمة. سعدنا جدا بتشريفه لنا، وهو دايما يعني الحقيقة ما بيحش نفسه عننا خالص ولا عن الأقباط عموما. أيضا سعدنا بوجود دكتور منير داود معانا في الحلقة دي، وتاني مرة بنقول لكم عايزين نعمل برنامج اسمه حكاية وراء كل قبطي، أو وراء كل قبط حكاية. اللي شاعر اللي إنه عنده أي حكاية فيها ظلم يبعت لنا القصة والمستندات على الميل أو البريد الإلكتروني md120120@yahoo.com. إلى اللقاء في حلقة جديدة من همومنا القبطية، أسعد الله مساءكم.